أنا حالياً مع الدكتور محمد رفيق، الدكتور ما يقارب على 80 عملية بدون جراحة عن طريق القسطرة والثقب لعمليات الغدة وورم الثدي والبروستاتا وتكيسات الرحم. القاعة مجهزة بجهاز تصوير 3D القسطرة، يعتبر حديث لدرجة أن هذه أحد الحالات للتكيسات سابقاً، تشوفوا الحالة بعد وهذه قبل. ومن المختبرات النادرة التي تتواجد فيها أشعة البروفيوشن وأشعة السونار والأشعة المقطعية في مختبر واحد مجهز بكل هذا في كاليكوت بكيرلا. زيارتنا اليوم لمستشفى آستر ميمس في جميع التخصصات، ولكن تركيزنا على شو؟ تعالوا اسمعوا الجديد. أنا حالياً مع الدكتور موديو سمير، عمليات الركب والمفاصل والغضروف. متوسط العمليات ما يقارب على 60 عملية شهرياً، والدكتور متخصص في هذا المجال. العمليات العادية للركبتين ب2400 ريال عماني، طبعاً استبدال الصابون، والركبة الوحدة 1850 بالروبوت، وهذه أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا حالياً في علم عمليات الركب والمفاصل والغضروف والصابون. الأسعار العادية للركبة الوحدة 1550 العملية العادية، وب 1850 ريال عملية الروبوت الحديثة، ويجريها الدكتور. أرقام تواصلهم، تواصل معاهم باللغة العربية وراح يردوا عليك أيضا باللغة العربية. ونطمئن الخليجيين والعرب بأن في قسم خاص للتعاملات الدولية لاستقبالكم وجميع تعاملاتكم. والله يحفظكم وشفى الله الجميع.